كيفكم شباب؟ شو اخباركم؟ معكم سكوربيو. اليوم هعملكم انبوكسنج لسبيشال اديشن لبيوند تو سولز. بترككم سوا مع الفيديو. اوكي شباب، مثل ما شايفين الاديشن من اللايت اديشنز، الاديشنز الصغار ما اديشن كبيره، يعني الكولكترز اللي بيجمعوا الاديشنز كرمال الارت بوكس ولا كرمال الفيجرينز ولا كرمال الجيمنج فرانشايز ما حتستهوينا الاديشن. بس بغض النظر اللعبه كتير كبيره كتير مهمه، سو واتيفر يعني اجوا فيه اتس اوكي. يعني التركيز مثل هيفي رين هيكون على الغلاف الخارجي بس. عندكم الاكسترنال سليب، طبعا ستيل بوك عليه ارت جرافيكس غير الغلاف العادي مع شويه الومينيشن افكتس. وجوا ما في شيء غير الجيم ديسك غير الانستراكشن مانيول. وعندكم الدي ال سي فاوتشر يلي فيكم تستبدلوه على البي اس ان، بيعطيكم ساوند تراك، بيعطيكم ميكينج اوف، وبيعطيكم شابتر اضافي بتقدروا تلعبوا فيه بعتقد 30 دقيقه مدته. اي ثينك ذاتس اباوت ات. الفرق بالسعر ما كتير بينه وبين اللعبه العاديه، سو اذا بدكم طبعا اذا بدكم تجيبوها للعبه بفضل انكم تجيبوا الليميتد اديشن، ما انا موجوده بعد حاليا لانه بعتقد ستوك حيخلص خلال فتره كتير قصيره، سو لحقوا حالكم نجيبوا نسخه لكم. على كل حال هذا كان الانبوكسنج للسبيشال اديشن لبيوند تو سولز، ان شاء الله يكون عجبكم. بشوفكم مره ثانيه.